السيدة خرجت 15 يوم وكنكتاشفوها مقتولة ومليوحة في الدير. 15 يوم وحنا كنقلبوا والمسؤولين ما داروش خدمتهم، ما قلبوش على اختي. كنطلب من جلالة الملك وسي الحموشي ياخذ لي اختي. ما بغينا لا فلوس لا حتى شي حاجة، بغينا الإعدام حق السيد، بغينا الإعدام حق السيد، الإعدام أمام الملاء باش تقول عقوبته يشوف البشر كامل باش هادشي ما يتعاودش، هادشي ما يتكررش، ما يمشوش بهاد الناس. مشات لي اختي ضاعت، الله يرحمها الله يرحمها ويسعيها، ولكن ما بغيتش الشابات اخرين يطرى لهم هادشي اللي طرى لاختي. النوع يطبق على الاعدام ما غاتش تكون جرح، ما كان لا حول ولا قوه الا بالله. بزاف تقصحنا، بزاف تقصحنا، هي ساروتنا وهي اللي كنشوف بقلبها تحل علينا، وهي اللي كتخرج مع امي تدخل معاها. من بعد ما مشيت انا بقات هي اللي مونسه امي تعمر عليها الدار، هي مرت الدار، هي مرضة الدار. كيما نديرو تعصبو. ذاك النهار كانت خير، جايه الوالده ديالي كانوا كيتقداو من المونشرات غير الحوايج الغاليين وستفاتو في بلاكار ديالها وفرحانه وباركه معانا. خرجت الدريه ما رجعت، خرجت غير تسخر تجيب الخبز والمونه باش نتعشاو، مشات غير تسخر ما رجعتش. 15 يوم وهي مليوحة في بير وتا شي واحد، وكون هاد السيد ما علمش باش غنعرفوا هاد البنت في بير؟ هو اللي علم، أن الضمير ديالو مش علم، كون ما علمش كي غنديرو تلقاو هاد البنت؟ آخر لقاء كانتكم مع المرحوم؟ آخر لقاء هو داك النهار، وآخر حاجة زوينة دوزت أنا وياها، سافرت أنا وياها لأكادير. واخر عشاء تعشيناه قبل بثلاث ايام مجموعين مع بعضياتنا، خرجنا الوالد ديالي للاحصى القهوة عشانا. هذاك هو اخر لقاء مع خويتي الله يرحمها. خويتي الله يرحمها، خويتي الله يرحمها، سي الحموشي محمد السادس، خذ حق بنتي، خذ حق اختي بالردكية اللي في شغلة تقلب بنتي، لا حول ولا قوة الا بالله. خالتي هذيك كتكون في الثلاجه، وقالوا لنا بلي واحد لبنى مسكينه الله يرحمها راه اختفات. المهم حنا كنا كنقولوا ربما راه مع صاحبتها، ربما راه هادي، ربما راه خرجت، ربما احتمال ديال الخروج خارج ارض الوطن كان وارد عندي، لدرجه ان البارح كنت انا في الخدمه حتى اتصلوا بيا وقالوا لي راه لقاو جوج تهامي دا في واحد الساريج. وملي جينا لهنايا انا ما تاكدت حتى جيت لهنايا، حتى جيت لهنا هذا الخبر هذا ما دخلش ليا لراسي كاع. ملي جيت لهنا وتاكدت عاد عرفت بلي هذا السيد هذا راه وضع عليه حد الحياه. كيتقال في الكواليس، انا ما غاديش نقول لك انا نحكم على شي حاجه انا ما شفتهاش، العلاقه ربما تكون، ولكن دريه 23 عام مغرر بها. شوفوها في العمر ديالو شحال 36 عام ولا هادي، مغرر بها وربما شو شنو واقع ويوقع اللي وقع ما كانش عليه يدير لها داك الفعل الاجرامي اللي غادي يضربها بموس غيذبحها ويضربها يديها ويلوحها في الساريج كانها قمامه. لا اله الا الله محمد رسول الله.